سيلفا يرسل كرة بعيدة الأمام ضيعتها كالولو ثم التغطية من هنالك عن طريق إسماعيل بن ناصر عنده الكرة الآن إسماعيل تكون اليوفي في إيطاليا هو أكثر الفرق اللي عندها شعبية كبيرة أو قاعدة جماهيرية كبيرة في إيطاليا بحوالي 16 مليون مناصر إسماعيل بن ناصر مرة ثانية لعب مع إسماعيل إسماعيل بن ناصر يستلم مرة ثانية خلى الكرة راحت ضربة مرمى إسماعيل بن ناصر 24 سنة قادم بعد أهداف سجلها كاد يضيعها رجعت إسماعيل بن ناصر مرة ثانية إسماعيل بن ناصر التغطية من إسماعيل بن ناصر بروعة هائلة من إسماعيل تياغو سيلفا ترجع لإسماعيل بن ناصر لعبة رائعة كانت من يبحث عن إسماعيل بن ناصر في وسط الميدان رجع له مرة ثانية إسماعيل مع تيكو لولو جورجينيو جول وتغطية دفاعية من هنالك عن طريق إسماعيل بن ناصر يخرج الكرة عن طريق إسماعيل بن ناصر عنده الكرة الآن فوق عليه تياغو سيلفا رجلة إسماعيل بن ناصر يسددها تضرب في كوليبالي إسماعيل يضغط مرة تطول ثانية مازال خطيرة أوباميانغ جول لم يكن في وضع كان متسلل لا حتى رحيم لم يكن ممتازة من كوفاتشيتش لميسن ماونت إسماعيل بن ناصر تسترجع من هنالك من كالولو إسماعيل مرة ثانية انطلق من وسط الميدان بن ناصر مازال بن ناصر يواصل إسماعيل يواصل طلبها لياو طلبها لياو الثانية إسماعيل بن ناصر استلم ديست مع إسماعيل مرة ثانية لعبت إسماعيل بن ناصر في الوسط طلبها طونا إسماعيل بن ناصر في الاسترجاع جورجينيو إسماعيل بن ناصر رحيم إسماعيل بن ناصر فوق راحت يحاول يمر إسماعيل مرة ثانية وديست ديست تسديد